الريس النهارده اتكلم، يعني سمعته مرتين، اتكلم النهارده بوضوح وبمنتهى الصراحه، وديت بيحبها الشعب زي ده. ما بي... لان الشعب بيفهم بين السطور زي ما هما بيقولوا هنا، انت عايز توصل لايه. يعني في لغه بيفهموها وبيعرفوا انت عايز توصل لايه، وبيشوف جسمك بتتحرك ازاي، وبيشوف عينيك. يعني ده الشعب بيدقق في التفاصيل وعاوز حديث مباشر، بيقراك، بيحلل، بيقراك وانت بتكلمك بيقراك، فبتلاقي ان هو بيحلل الكلام ده. النهارده الشعور لما انت بتسمع اراء الالمان وانت قاعد، تلاقي يقول لك راجل ممتاز، واضح، عارف هو عايز ايه، وعايز ان هو عايز يبني، وعايز. والنهارده لو سمعت كلمه وزير الاقتصاد بيقول له المشاكل اللي انت على كتافك انا مش عايز ايه اهنيك عليها او احقد عليك، انت عندك حمل كبير وانا اتمنى لك الخير.